وللوقوف أكثر على وضع البنايات في العراق في ظل تنامي الضربات الزلزالية في الفترة الأخيرة وخطورة ذلك على حياة العراقيين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان المهندس المتخصص في العمارة والآثار السيد حيدر الحمداني. مرحبا بك معنا. أهلا عزيزي، مرحبا. كما تابعتم ثلاثة زلازل تضرب محافظتي دهوك والتأميم ويشعر بها أهالي أربيل وصلاح الدين وسليمانية، وهناك تزايد من الهزات الأرضية خلال السنوات الأخيرة كما تلاحظون. السؤال الآن عن تقييمكم للبنية الإنشائية في العراق بصفة عامة، وهل هي قادرة بالفعل على مواجهة زلازل قوية؟ نعم سيدي الكريم، أولا العراق يقع ضمن الضفيحة العربية المحاذية للضفيحة الإيرانية والضفيحة الأناضول. ابتدأ الآن الخط الزلزالي يقترب ويقترب رويدا رويدا من مناطق لم تكن محسوبة ضمن هذا الخط في مناطق داخل العراق، وخاصة محافظات الوسط والجنوب التي كانت بعيدة كل البعد عن هذا الخط. الهزات الارتدادية والزلزال التتابعي اللي شهدته بعض محافظات العراق، هذا يضع العراق طبعا معروف عند الجميع أنه في خطر كبير نتيجة نوع المباني اللي موجود في العراق، وخلينا نذكر على خاصة المناطق الوسطى والجنوبية اللي هي مناطق سهل رسوبي. هذه المناطق سهل رسوبي هي تربة ضعيفة شيدت عليها المباني ولم يكن يأخذ قديما بالحسبان خطر الزلازل، وهاي المباني قسمت إلى ثلاث أنواع من المباني. في مباني قديمة اللي هي مباني متعددة الطوابق في خاصة في العاصمة بغداد وفي بعض المحافظات، نعم، وهنالك مباني سكنية متهالكة وقديمة موجودة أخرى، وهنالك مباني جديدة شيدت بعد 2003 بغياب الرقابة الحكومية وبغياب الاختصاصيين الذين لم يجروا عملية المسح الجيولوجي اللازمة لإنشاء أو اختيار الأراضي التي تقام عليها هذه المباني. نعم. فبالتالي هنالك خطر على هذه الأنواع من المباني الثلاثة. المباني القديمة طبعاً آيلة للسقوط في كل وقت ممكن، لأنه خط الزلزال يجب أن يجد جانب التصدي بالديزاين في التصميم الخاص بهذه المباني بإنشاء الجدران القصية والاهتمام في قلب المبنى اللي احنا نسميه كور المبنى اللي هو يكون في المصاعد والذي يكون في الأدراج. نعم. هذه لازم تصمم بطريقة ويضاف عليها الكثير من حديد التسليح والمقاطع الإنشائية المعمولة من الكونكريت المسلح والخرسانة المسلحة اللي ممكن تقاوم هذا الخطر إذا أجى. ولكن بعد 2003 لحد لم نجد دراسات يعني عمل مسح جيولوجي على المناطق، نعم، وعملية فحص لكافة المباني الموجودة مع اقتراب هذا الخطر، لم نجد هذه العملية من قبل خبراء مختصين بالعراق لإجراء هذا المسح الجيولوجي. فنحن الآن في خطر، نعم في خطر محدد. نعم، كما تعرف فإن هيئة الأنواء الجوية أستاذ حيدر قالت إن البلاد شهدت 19 هزة أرضية خلال شهر آب الماضي فقط، وهذه الهزات تضرب حدود البلاد دون المدن بفضل الله، ولكن هناك فعلا خطورة قد تلحق كما تفضلتم بالعديد من أنواع المباني. والسؤال هنا عن المعايير الهندسية والفنية التي جرى العمل عليها خلال السنوات الماضية، فلنقل في 20 سنة الماضية، هل تعتقد بأنها كافية وتأخذ في الحسبان إمكانية حدوث زلازل من هذا النوع؟ سيدي الكريم، إذا وضعنا مثلا محافظات العراق نجد أن التقدم العمراني في محافظات إقليم كردستان نجدها، إذا أخذنا الدراسة عليها وشفنا، نجدها متطورة أكثر في مناطق من أكثر مناطق بغداد وباقي المحافظة. ولكن حتى في إقليم كردستان هنالك كان تقريبا نوعين أو ثلاثة من المباني العمودية اللي جرت، اللي أخذت الطابع العمودي وتكرار الطوابق، بعضها أخذت في نظر الاعتبار لكن بشكل قليل جدا التصميم الزلزالي، تصميم المباني المهيئة للزلازل، لكن البعض الآخر لم يؤخذ في أرفعنا. حتى في المناطق المتقدمة في العراق اللي في إقليم كردستان لم تؤخذ هاي الأمور
كما ينبغي. فكيف نجد المناطق الأخرى؟ يعني هنالك أرض رسوبية بالعراق تحتاج إلى نوع خاص من الأسس تتعامل مع ارتفاع مستوى المياه الجوفية هنالك، وهذه المخاطر يعني هذه يجب أن تدرس بشكل جدي بشكل علمي. مو أي مكان صالح في أي مكان في داخل بغداد أنا يعني أحط به مبنى متعدد الطوابق وأعرض حياة الناس إلى خطر. والخطر من وين يجي؟ يجي من انهيار المباني. يعني إذا كنا في أرض منبسطة يكون المواطن ويصير الزلزال هو تقريبا آمن، لكن لما يكون داخل مبنى، المبنى هذا ما حسب هذا الحساب يكون في خطر كبير. نعم، لم تأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار أبدا. نعم. إحنا الزلزال بدأ يقترب، يعني إحنا التغير المناخي اللي تشهد الكرة الأرضية الآن والاحتباس الحراري ونواتج تكسر قشرة الأرض، حتى المناطق البعيدة عن الزلزال الآن متأثرة بالزلزال التتابعي والارتدادي. نعم. الذي ينتج المناطق المجاورة، وما حدث بالأمس ليس ببعيد عنا في منطقة في اللي حدث الزلزال الكبير اللي حدث في تركيا وفي في المغرب السوري. ايضا نعم نعم واللي حصل في المغرب. يعني إذن الارض الان كلها في حاله خطر محدق وخطر جدي وحقيقي. استاذ حيدر، السؤال التالي هو ايضا يتعلق بالناحيه الهندسيه او الفنيه المهنيه، ولكن ايضا متعلق باوضاع البلد. الى اي مدى يؤثر الفساد في كل مجالات الحياة مع الأسف الشديد، ووجود متنفذين يستغلون الإنشاءات في غسيل الأموال وما إلى ذلك، يؤثر في النواحي الفنية والهندسية؟ نحن صرحنا سابقا وأخبرنا أنه المباني يجب أن تقام على أسس صحيحة. نعم. منها دراسات الأرض، ومنها دراسات المناخ في المنطقة، ومنها دراسات أخرى تتعلق بالتصميم الإنشائي والمهندس الإنشائي اللي هو المسؤول عن هذا الموضوع. وهذه الأمور كلها ينبغي أن تكون تجري ضمن دوائر تأخذ بجدية كاملة هذا الموضوع. هذه الجدية غير موجودة الآن سيدي الكريم. يعني الآن من هو الذي ينفذ المباني الآن، ومن هو اللي قادر على الذي عنده كمية من الأموال اللي ممكن ينتج من عندها هاي المشاريع؟ ولكن للأسف من يمتلك الآن الأموال في العراق ومعظمهم هم من سراق المال العام، والذين يستخدمون هذه الأساليب ويستخدمون أساليب أخرى في ابتزاز حتى الجهات الرقابية والمختبرات، وممكن حتى انه تهدد هذه حتى تصدر الموافقات اللازمه. نعم. لهذه المباني التي يغيب عنها طابع مع الاسف. شكرا. نعم، مع الاسف تغيب عليها طابع الرقابه وطابع. اشكرك. نعم، اشكرك سيد حيدر الحمداني، واعتذر. نعم. للمقاطعه لضيق الوقت، من عمان استاذ او المهندس المتخصص في العماره والاثار، شكرا لك.